اهلا بيكم اعزائي المشاهدين متابعين لقناتنا قناه نيو. فيديو جديد معانا في مجال الطبخ، هنقدم لكم فيه طريقه عمل الجلاش في البيت، طريقه جديده يا رب ان شاء الله تعجبكم. فاصل اعلاني ونرجع مع بعض تاني. طبعا ما تنسوش اعملوا اشتراك، فعلوا زر الجرس، واكتبوا لنا تعليق، واعملوا لنا لايك على الفيديو. عزيزي المشاهد، اضغط على سبسكرايب او اشتراك، واضغط على زر الجرس لتفعيله ليصلك اشعار بكل جديد. ولا تنسى دعمنا بلايك او باعجاب. وارجع لكم تاني. المقادير بتاعتنا، طبعا هنعوز اللحمة، لحمة معصجة. طبعا عارفين طريقة تعصيج اللحمة، شرحناها لكم قبل كده، هننزل لكم بالطريقة وبالمقادير بتاعتها على الفيديو دلوقتي تشوفوها. ومعانا كوباية شوربة، ومعانا بيضتين، وكوباية لبن، وطبعا الجلاش بتاعنا، ومعانا الصينية اللي هنعمل فيها الجلاش، بندهنها بزيت ونبتدي نشتغل معانا في الجلاش بتاعنا. بنحط كوباية اللبن على كوباية الشوربة، بنحط على البيضتين، ونحط عليه فلفل اسود، ورشة ملح، ونقلبه كويس لحد ما يدوب معانا في بعضه. ونبتدي في طريقة لف الجلاش بتاعنا. نحط أول رقة زي ما انتوا شايفين، والخلطة بتاعتنا اللي احنا مجهزينها طبعا مختلف في الطريقة دي. احنا مش هندهن بزيت، احنا بندهن بالخلطة بتاعتنا اللي احنا مجهزينها، اللي هي الشوربة والبيض واللبن والبهارات.
بعد ما خلصنا اول طبقات من الاوملاش خلصناها، نيجي بقى ننزل باللحمه ونفرد اللحمه في صينيه الجلاش بتاعتنا. ودي الصينية بتاعتنا بتاعت الجلاش بعد ما خلصناها، فاضل بس تخش الفرن تستوي، ولما تطلع هنوريها لكم. ودي صينية الجلاش بتاعتنا بعد ما خلصت واستوت في الفرن. وكده الفيديو بتاعنا خلص، ويا رب تكونوا استفدتوا منه. مش هنوصيكم بقى، اكتبونا تعليق قولولنا ايه رأيكم في الطبخة بصراحة، وبالهنا والشفا.